لو سمحت، أنا كنت عايزة أسأل على صلة الرحم في حالة إن الأهل عاملين أسحار لينا، والأهل كمان ثبتوا إن هما سارقين من الصيدلية اللي كان والدي بنيها تحت البيت، كانوا سارقين منها وثبتوا قدام الناس كلها إن هما بيبيعوا حاجات محرمة، غير إن هما كانوا عاملين لنا أسحار وبرضه مثبوتة. هل والدي كده محتار لما دخل المستشفى قال انا لو يا رب طلعت منها سليم هصل رحمي تاني معاهم، هل من الحلال ان هو يرجع تاني يصل رحمه معاهم ويرجع تاني للاذى منهم، ولا ازاي طريقة صلة الرحم معاهم؟ هل نرجع نودوهم ويودونا ونتأذوا منا، ولا ايه ازاي يعني؟ يعني عايزين نستفسر في الموضوع ده يا حبيبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كان هناك أذى محققا، إن كان هناك أذى محققا من طرف الأرحام فلا ضرر ولا ضرار. يوصل بالقدر الذي توصل به الرحم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هدية في دقيقتين وتخرجي. إذا كان الأمر متحمل فقد سلك والدك مسلكا طيبا في العفو، لكن إن لم كان لم يزل هناك ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. يعني هو عايز يعدمهم يا حضرة الشيخ، يعدمهم ولا كده هيبقى؟ ما أنا ما أعرفش يعملوا. أنتم بتقولوا يعملوا سحر سحرة تقولين، ايوه يعملوا كده فعلا. يعني هيجوا في مجرد العزومة يسحروا البيت؟ ايوه بيجوا يرشوا حاجات وثبت ده يا حضرة الشيخ. خلاص، أبوك أبوك يعزمهم في فندق وخلاص. نعم، أبوك يعزمهم في مطعم. ايوه ماشي، خارج البيت. شكرا لحضرتك. الله يسلمك.